السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أعلن سبير بنك أكبر بنك في روسيا انسحابه من السوق الأوروبية بعد العقوبات. في بيان صادر عن سبير بنك أشير إلى أن فروع الشركة في أوروبا شهدت تدفقات نقدية غير عادية، وذكر البيان الذي أفاد بوجود تهديدات ضد موظفي الشركة وفروعها أن سبير بنك قرر الانسحاب من السوق الأوروبية في ظل الوضع الحالي. وكانت قد قررت إدارة الاتحاد الأوروبي وواشنطن فرض عقوبات مختلفة على البنوك الروسية الكبرى من ضمنها سبير بنك، بما في ذلك إزالتها من نظام سويفت بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا.